أما بخصوص الاهتزازات الارتدادية فحتى اللحظة يوجد 78 هزة ارتدادية، أكبرها كان بدرجة 6.6 بمقياس ريختر. وهناك ثمانية زلازل أكبر من خمسة التي هي زلازل أكبر من 5 درجات بمقياس ريختر. وهنا أنا أذكر مواطني المتواجدين في مناطق الكوارث وأؤكد على هذه النقطة، الاهتزازات الارتدادية هي التي لها خطر فعلي في الحقيقة، لأن المباني إذا كانت تضررت ولم تنهدم بعد فهذه الاهتزازات الارتدادية خطر هدمها لهذه المباني التي تعرضت لضرر في الزلزال الأول هذا الخطر كبير جدا. وبالتالي فتحت إدارة وزارة الإسكان في تركيا هذه المباني التي تعرضت لأضرار يتم الاعتناء بها، ومهندسون وفرقنا مؤهلة لهذا، سيتم تفحص المباني هذه بالكامل. إذا كنتم تشتبهون في تعرض المبنى لخطر فاحذروا أن تدخلوا هذا المبنى، لا تدخلوه إلا قبل تفقده. وبالتالي فهناك إدارات القائم مقام والمحافظات أيضا يمكنكم مراجعة الدوائر الرسمية وتحقيق التواصل الفعال الرسمي مع الجهات والدوائر الرسمية.